السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم، ونتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه جميعا نتوما والاهل ديالكم. اليوم انا مباشره هنايا كاينه في المزرعه وبالضبط في المنحل. إذن اليوم جيت باش ندير واحد زيارة خفيفة من برا للخلايا ديال النحل ونشوف النشاط ديال الخلايا. إذن نخليكم معايا نشوفو. غادي نزيد عن قرب المدخل ديال الخلايا، وهذه هاد الأيام ديال فصل الخريف، والساعة دابا حوالي الساعة 5 مساء. كنشوفوا بعد النحلات اللي كيدخلوا، رغم ان الزهور قليله بزاف في المرعى، ورغم هذا كيدخلوا في الارجل ديالهم حبات اللقاح. ومع هذا الجو هذا اللي فصل الخريف اللي حراره انخفضت، اذا النشاط ديال النحل تينقص وتيبدا يتغدى على المدخرات ديال الخليه من عسل وحبوب لقاح.
يعني كنشوفو كما قلت بان واخا دابا العشيه كنشوف بان النحل كاين النحل اللي كيرجع وهو حبوب اللقاح ملتصق بالارجل ديالو. هنايا كنكون وصلت نهاية الفيديو بعد ما شاركت معكم النشاط ديالي اليوم في زيارة كما قلت خفيفة من الخارج لخلايا النحل. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وإلى فرصة مقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.